تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خبر من العيار التقيل جدا، ابو جبل معروض على النادي الاهلي وببلاش، ببلاش بدون اي مقابل. المقابل الوحيد اللي هيروح للاعب، يعني النادي الاهلي مش هيشتريه من النادي، من نادي الزمالك او من النادي اللي بيلعب فيه. النادي الاهلي هيتفاوض مباشر مع اللاعب. طب انت جبت الكلام ده منين؟ انت بتألف، انت بتهبد يا عم. روح يا عم، احنا داخلين نتفرج على محتوى، فين المصداقية؟ فين الدليل على الكلام ده؟ فين المصدر بتاع الخبر؟ عايزين تعرفوا مصدر الخبر؟ هوريكم مصدر الخبر والكلام اللي قاله، وطبعا العهدة على الراوي. وزي ما حضراتكم عارفين ان انا ما بجيبش حاجة من دماغي، لا ده انا بتكلم، بطلع اتكلم واقول الخبر، وبجيب مصدر الخبر او المسؤول عن الخبر. عايز تعرف الخبر ونظامه وايه حقيقته ومدى صحته، هتعرف بس لما حضرتك هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مصدر الخبر ايه وحقيقة الخبر ايه، وتعالوا لي تاني عشان عندنا كلام مهم عايزين نقوله. يلا نطلع ونشوف مصدر الخبر ونرجع مع بعض تاني، يلا بينا. على مسؤوليتي، ابو جبل معروض على النادي الاهلي ببلاش. محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك طلع في اطلالة اعلامية بعد امم افريقيا، قال تصريحين اثاروا الوكلاء والوسطاء والسمسرة، وقول زي ما انت عايز تقول، تحت مسمى كلمة ايجنت. معلش بس انا من شبرا ما بعرفش يعني ايه ادلع الكلام كده، اعرف اقول سمسار، اعرف اقول سمسار، ما اعرفش اقول ايجنت. معلش يعني ما في شبرا، عارف ما يدخلونيش شبرا لو قلت ايجنت، اسال الايجنت. فالراجل ابو جبل طلع قال تصريحين قلبوا الترابيزه. ايه التصريحين؟ رقم واحد قال لك محدش كلمني من النادي الاهلي، وانا منتظر التقدير من نادي الزمالك. خلاص محدش كلمني يعني كلموني، منتظر التقدير يعني مفيش اتفاق. التصريح بقى الاكثر اثاره واللي حرك الايجنت، معلش ادلعها يعني انا بشبرا بنقول سمسار، معلش. فاللي حرك بقى السمسره لما قال لك لا امانع الجلوس احتياطيا لمحمد الشناوي، قال لك انا ما مانعش ان انا اقعد احتياطي للشناوي. بدات السمسره والوكلاء يقولوا للنادي الاهلي ايه؟ انا مقرب من ابو جبل، ده انا اللي وديته سموحه، انا اللي وديته من سموحه للزمالك، ده انا اللي بعد ما مشي رجعته تاني، ده انا ده انا ده انا. طب ايه رايكم لو جيب بلاش اخر السنه هتدوا له كام؟ بكلام واتصالات مع الثنائي سيد عبد الحفيظ اللي قال انا ماليش دعوه بالملف ده، عندكم امير توفيق. ثم امير توفيق، فكان رد امير توفيق انا مش رئيس النادي الاهلي، انا مدير تعاقد، حضرتك هتعرض عليا اللاعب بعرضه على لجنه التخطيط وعلى رئيس النادي المشرف على الكره، في امكانيه ليهم رولز كده في الاهلي عشان نجيب ايه ابو جبل. طب هل موافق على كذا؟ موافق على كذا؟ موافق كذا؟ في امكانيه كذا وبعد كده نشوف. فالسمسره وهم ثلاثه معروفين بالاسم سواء في النادي الاهلي او لرئيس مجلس اداره نادي الزمالك، فيهم واحد شبه ممنوع من دخول نادي الزمالك، ما بيعتبوش، ما بيمشيش من قدام الباب، بس عرفتوه خلاص. فجايب ابو جبل، تعالوا يا نادي الاهلي خدوا ابو جبل ببلاش، عقده هيخلص ومش قادر يتفق مع الزمالك. الزمالك عرض عليه 15، اسف الزمالك عرض عليه 7 وهو عايز 15. لو الاهلي اداله السقف الاول عنده ال 12 مليون جنيه، وهو راجل زي ما احنا شايفين في امم افريقيا، هيوافق 15 من 12 مش هيوافق، وممكن برضه نقرب القصه ومع عقد اعلاني. وصراحه متوفرين يعني الاهلي لما صراحه يجيب لعيب ويقول يا اعلانات، فاكرين رمضان صبحي قبل ما يمشي
قبل ما يمشي مضى عقدين، عقد ب4 وعقد ب8 مليون جنيه في حملتين اعلانيتين، حملتين دول يخلصوا في شهر، في اتنين حملتين كده 12 مليون جنيه. هي انت متخيل رمضان صبحي كان قاعد مع الخطيب في بيته، خرج يعني وقع الاعلانين راح مضى لبيراميد، فقال لك ماشي هنجيب لك اعلان لابو جبل. فكان رد مدير التعاقدات في النادي الاهلي، انا هعرض الامر على لجنه الكره، لجنه التخطيط ورئيس النادي الاهلي ابو جبل فري، فري حق للتوقيع. ولكن المعلومه اللي عندي ان الزمالك مش هيسيب ابو جبل، ياخد بقى 10 ياخد 12 ياخد 15، الزمالك مش هيسيب ابو جبل يخرج بره النادي. ودي مع بن شرقي رجلين بره وحته كده من رجله جوه الزمالك، انما ابو جبل الزمالك مش هيسيبه يخرج بره النادي. شريف جمعه قال ان في سمسار راح للنادي الاهلي وراح لكابتن سيد عبد الحفيظ واتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له الامر 1 2 3، ابو جبل ما عندوش مانع ان هو يبقى احتياطي للشناوي، ولكن هو بيقول انه مستعد ان هو يتواجد في النادي الاهلي، مستعد ان هو يلعب في النادي الاهلي، بس هتدوه كام وهياخد كام والفلوس كام والسقف بتاع التعاقدات بتاعكم هيوصل لايه، شفتوا اداؤه في امم افريقيا كان شكله ايه، احنا عايزين نتعاقد من النادي الاهلي مع النادي الاهلي ويتواجد اللاعب بشكل اساسي او احتياطي، مش مشكله عند اللاعب، بس هو المهم عنده هياخد كام هيقبض كام. ده اللي حصل. طبعا قال ان الزمالك مش هيفرط في اللاعب، اللاعب خلاص اصبح فري، من حق اي نادي في الدنيا يتفاوض معاه، ومن حق النادي الاهلي يتفاوض مع اللاعب. فالنادي الاهلي بيقول ان طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ قال انا مش معني بهذا الامر، راح وموصل الامر لامير توفيق، امير توفيق رمى بالكوره في ملعب كابتن خطيب. الكلمه الاولى والثانيه والاخيره لكابتن خطيب ولجنه التخطيط والموسيماني. طبعا الخطيب ممكن يعرض الامر على موسيماني، وممكن موسيماني يعرض الامر على لجنه التخطيط، والثلاثه يتفقوا على هل النادي الاهلي محتاج ابو جبل؟ طبعا مش عايزه كلام، مش عايزه نقاش، شفنا اداء الراجل في امم افريقيا كان شكله ازاي، وابو جبل بيتمتع بموهبه، بيتمتع بطول فارع، بيتمتع بهدوء نفسي وثقه بالنفس، ده غير فوق ده كله ان هو لاعب مؤدب ومحترم. لاعب مؤدب ومحترم، ملوش سوابق مع النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي او عمل اي شيء في غضاضه بين الجمهورين. فاحنا بنتمنى ان الصفقه دي تتم، وبنتمنى ان يعني يكون في يعني نوع من انواع التلاقي في وجهات النظر، بس ما اظنش ان مرتضى منصور هيسيب اللاعب يعني يمشي كده من غير ما يبقى في مشاكل او يقول له سيدي هاتك مش عارف ايه امضي وقع ويعمل مشكله بينه وما بين جماهير نادي الزمالك. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تتابعني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.